بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة رقم ثمانية هي هذه اللي هي عنوانها الهيد. فالهيد مكتوب الهيد اللي هو من هاي البداية مالته وهاي النهاية للهيد. هنا كتبنا التايتل مع المحاضرة، عنوان مع المحاضرة. إذا من راح ننفذ ايش راح يصير عندنا؟ عنوان المحاضرة راح يجي هنا، اجا عنوان المحاضرة هنا هيد لكتشر رقم 8. بعد وين يجي عنوان المحاضرة؟ يجي هنا بالبوك ماركر، اجا عنوان المحاضرة وسوينا ردن. وين نلقيه؟ نلقيه هنا من الريد، نطفي الحاسبة ونرجع نستدعي الصفحة، لقيناها هنا اللي هو هذا التايتل. طيب هاي أول خطوة بالمحاضرة اللي هو التايتل، عرفنا. بعد شنو بها الصفحة؟ بها الصفحة هاي الدوكيومنت HTML. الدوكيومنت HTML يعني نوع لل HTML الدوكيومنت مالته شنو. من نكتب هيجي هذا معناته احنا الصفحة مالتنا الدوكيومنت تايب مالتها هو HTML5. طيب هاي شنو؟ هذه معناتها من نكتب الكاركتر سيت، الميتا كاركتر سيت معناتها UTF-8، معناتها يدعم اللغة العربية والإنجليزية معا. طيب هاي شنو؟ هاي الكونتنت معناتها شنو؟ معناتها احنا اختصاصنا شنو؟ مثلا حاسبات او مكتبات او ادوية او الى اخره. اذا راح من يسوون سيرش يلقونا على هذا العنوان او على هذه الكونتنت. طيب اذا نشرحها بعدين، بنروح على الجوجل ونشوف هذا هو الجوجل ونقول له view page source، راح نشوف هذا الدوكيمنت تايب موجود. وبعد شنو موجود؟ هذا الرابط مالته وهذا الميتا وهذا UTF يعني ما يدعم اللغة العربية، هاي الكونتنت الأخرى إلى آخره. ونشوف يعني هذا هو موقع 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 خرافي. طيب اللي هو موقع الجوجل. طيب نكمل لنشوف هذا الستايل، هذا البي كولر، هذا ايش راح ينطينا؟ راح ينطينا كولر المن لونه ريد المن لهذا البي. طيب راح ينفذه، يعني هذا البي راح نشوفه يكون لونه ريد. طيب هذا شنو؟ هذا الصفحة الملف مالت السي اس اس وين موجود؟ هذا الرف معناته الملف مال ستايل سميناه سي اس اس، وين موجود الملف سي اس اس؟ نخلي بيه مثلا البي لونها كولر، حجمها هالقد ومواصفاتها هالقد الى اخره. وهاي شنو الريل؟ الريل يعني معناته شنو علاقته هذا الملف اللي هو هذا السي اس اس، شنو هذا الملف علاقته بالسي اس اس اللي هي ستايل شيت، يعني يكتب بي المواصفات الباراجراف، مواصفات الهيد الى اخره. طيب هذا اللينك زين. هاي شنو؟ هاي سكريبت. السكريبت هذه تخص من؟ هاي السكريبت تخص من؟ تخص الجافا سكريبت. فتسلسل الاحداث او تسلسل هاي الأوسمة، خلينا نسميها الأوسمة او الخواص الكمي، هذا الشكل هو افضل. اذا خلينا هذا قبل هذا فجست الشغل جافا سكريبت ومدعم العربي، يعني ليش؟ لان هذا بعد ما نشتغل. فاذا جافا سكريبت تكون بالاخير، وهذا التسلسل هو التسلسل المنطقي والصحيح، وحتى التشكيلة بهذا الشكل. نقدر نسوي كت لهذا، بس قبلها يجب ان ننفذ ونشوف ايش صار. بس نفذنا، اذا راح نقول له اوكي هنا ويجي هذا. اذا التسلسل الحاسبة سوت جت حملت هذا ونفذته، ثم حملت هذا ونفذته، ولذلك طلعت هاي قبل هاي. لو سوينا كت هذا هنا وخلينا هنا فرضا، خلينا هنا على سبيل الفرض ونفذنا سيف ثم ريلود، ايش راح يصير؟ راح يصير هذا تنفذ قبل شنو؟ قبل هذا. بس الصحيح وينه؟ الصحيح هو انه
ناخذ هاي المرجحه شلون نرجعها لمكانها بهذا الشكل، نسوي كات ونرجعها هنا بس. طيب نخزن وننفذ ونشوف تنفذ، هذه طلعت قبل هاي تنفذ صحيح. ولهنا نكتفي بهذه المحاضرة، محاضرة رقم 8، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.